هل كل ما أفعله من خير يذهب أجره إلى والدي لأنهما السبب في وجودي؟ لا، غير صحيح. إلا إذا من سن سنة حسنة فله أجر. مثلا أبوك هو الذي أمرك أن تتصدق في كل يوم مثلا بدينار أقل شيء مثلا، وصرت تفعل هذا الأمر، نعم له أجر مثلك. أبوك هو الذي دعاك إلى الهداية، هو الذي هداك مثلا كنت منحرفا وندعاك وكذا، نعم يأخذ أجرك هكذا. أما مجرد الولادة لا أبدا، في أب يلد ابنا مسلما والأب كافر ما يأخذ أجره أبدا. فلا، ليس كل شيء، وإن الشيء الذي بذل فيه جهدا فعل فيه شيئا هذا يأخذ فيه أجرا، والله أعلم.